لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بحضرتك معنا. بداية، الدولة المصرية تعطي دائما أولوية واهتمام كبير للمحاصيل الزراعية للمزارع المصري في ظل تحديات عالمية كثيرة ترمي بظلالها علينا بشكل أو بآخر. كيف ترى هذه الخطوات المنفذة والذي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب وتأثير ذلك على المنظومة ككل؟ هو في البداية لازم ننظر إلى الاستراتيجية المصرية اللي تم وضعها في عام 2014 في مجال الزراعة في كل المجالات، ولكن بالأخص في مجال الزراعة. في مجال الزراعة كان أهم شيء هو التوسع في الأراضي الزراعية، العمل على الاستفادة من الأراضي المصرية في كافة الاتجاهات، والبدء في زراعة المنتجات الاستراتيجية للدولة المصرية زي القمح وخلافه، المواد الزراعات الاستراتيجية، لأن ممكن في أي لحظة أو في أي وقت تحدث أزمة عالمية زي أزمة كورونا أو أزمة الروسية الأوكرانية. شفنا الدولة المصرية كان عندها احتياطي استراتيجي من القمح من خلال الزراعات، وأيضا يبقى في احتياطي استراتيجي مستمر داخل الدولة لا يقل عن 6 شهور أو 9 شهور من هذه المنتجات. طبعا في هذا الوقت تم العمل على توسيع الأراضي من خلال المشروعات القومية الكبرى اللي تم تنفيذها زي مشروع مستقبل مصر، زي مشروع توشكا، زي مشروع شلال العينات، العديد من المشروعات الكبرى الضخمة اللي هي أعادت مرة أخرى الزراعة للدولة المصرية مع التوسع في إنتاج في تشييد الصوامع، بحيث تقدر ان احنا مثلا في مجال القمح ان هي يتم تخزينها لفتره طويله، عدم انها ما يبقاش فيه هدر في القمح، الرطوبه ما تاثرش فيه بشكل كبير. عظيم. قدرت الدولة المصرية. طيب أستاذ جميل، حضرتك ذكرت القمح، يعني سلعة استراتيجية بالتأكيد، يعني في غاية الأهمية. اليوم الخبر الأبرز أنه تم تحديد سعر توريد إردب القمح يصبح 1250 جنيه. إلى أي مدى طبعا للإردب، إلى أي مدى هذه الخطوة تمثل دفعة معنوية للفلاح المصري في هذا التوقيت بالذات؟ هو طبعا لازم نعرف ايضا ان هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفلاح المصري، والاهتمام دائما بنشاطاته وزراعاته، لانه هو يجب ايضا دعمه، لانه بيكلف الارض وبيكلف المنتج اللي بينتجه. فطبعا النهارده بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزياده سعر توريد ارداد القمح من 1000 جنيه ل 1250 جنيه، طبعا دي ليها دفعه كبيره بالنسبه للمزارع ان هو يقدر ان هو يزرع كميات اكبر من القمح، يسعى الى العمل على تحسين جوده الانتاج او الزراعه بشكل كبير، الاهتمام بشكل كبير بالارض الزراعيه. كل طبعا بيزيد من القيمه داخل الدوله، بيزيد من المخزون الاستراتيجي للقمح بتاع المزارع بشكل كبير، او المزارعين ان هم يبتدوا يزرعوا القمح، ودي زي ما بقول لحضرتك هي سلعه استراتيجيه مهمه صحيح. جدا، وتسعى الدوله المصريه خلال المرحله القادمه ان يكون هناك اكتفاء ذاتي من زراعه القمح في الدوله المصريه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام.